أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم. خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام، هذه القصة من مشهورة، مرة بامتحان صعب جدا، عشرات السنوات ما ولد له مولود، حتى يأس الناس أن يولد له مولود. بعد عشرات السنوات حينما كبر ولد له مولود وهو إسماعيل. كم من الناحية الطبيعية، كم يكون هكذا أب محبا لهذا الولد، حب شديد جدا غير الحب الطبيعي للآباء بالنسبة إلى أبنائه. كيف وهذا الابن ابن استثنائي، بار بوالديه في هذا العمر، ابن بار بوالديه، لا بل هو صديق، بل هو نبي من الأنبياء إسماعيل. فلما نشأ بلغ مرحلة هي ذروة حب الأب لولده في بدايات فترة الشباب. أمر من قبل الله سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه. الامتحان عاطفيا صعب إلى أبعد الحدود، ناهيك عن جهات عقلانية أيضا. بالمعادلات الطبيعية إسماعيل لو كان يذبح كان نسل إبراهيم ينقطع فيما بعد رزق بإسحاق، هذا شيء استثنائي، كان إعجاز، كان هو كان كبيرا، زوجته كانت كبيرة. من الوضع في الوضع الطبيعي إسماعيل امتداد وحيد لنسل إبراهيم، وإلا نسل إبراهيم ينقطع. إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام أصلا ما كان يعير اهتماما لهذه الأمور، نسله ينقطع لينقطع، أمر الله. لا نعلم ماذا صنع إبليس لمنع إبراهيم، وهو ما تمكن أن يؤثر في إبراهيم ذرة. ذهب عرض من دون أي تأمل، من دون أي تأخير، فورا ذهب
قال لابنه، طبعا ابنه كان نبيا المفروض أنه يقال له، لعله هذا الشيء كان ضمن الأمر أيضا، قال له فلما أسلم، هو أسلم إسماعيل أسلم، فورا أخذه إلى منى بقصد تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هكذا إطاعة. فيها أجر عظيم في الآخرة، معلوم واضح. فيها آثار غير الأجر، آثار أخروية، واضح. فيها آثار دنيوية، واضح. لا، بل حتى في الزاوية الخاصة المرتبطة بهذا الموضوع، إبراهيم هو الرابح. المفروض أن نسل إبراهيم ينقطع عندما أقدم على هذا العمل، ولكن نسل إبراهيم توسع، توسع، بارك الله عز وجل في نسل إبراهيم أية بركة. داود كان نبيا وكان ملكا حاكم كان. طبعا داود يقال أنه بعد إبراهيم ب800 أو كذا سنة، يقال داود أيام ملكه أصدر أمرا بإحصاء ولد إبراهيم، كم هو عدد نسل إبراهيم، رغم قدراته الخاصة بسبب أنه ملك ومن معه، أحصى وأحصى ورأى أنه شيء غير ممكن، إحصائية دقيقة غير ممكنة، ما تمكنوا أن يحصوا نسل إبراهيم الذي يقدم على ذلك الفعل إطاعة أمر الله عز وجل. ينقطع نسله، لينقطع، ليس مهما عنده، الله عز وجل يعوضه حتى في هذا الجانب، ناهيك عن التعويضات الأخرى الدنيوية، ناهيك عن الآثار الأخروية، ناهيك عن الثواب الأخروي، في هذا الجانب الذي يتوقع الناس أن إبراهيم يفقد شيئا، إبراهيم ربح. وهذا المعنى مذكور في حديث أن انتشار نسل إبراهيم كان بسبب هذا العمل، بسبب هذه الإطاعة. عندما يأتي أمر الله خلاص كان لا يفكر في الآثار، فيما يترتب عليه، الله يعلم وقد أمر، خلاص القضية منتهية عند إبراهيم. نأتي إلى خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. التضحية التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وآله تصغر عندها تضحيات الأنبياء كلها. رسول الله صلى الله عليه وآله ضحى أولا بنفسه الشريفة. قضية الغدير كان من الواضح أنها تثير أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله لقتل النبي، وبالفعل هذا ما حدث، والنبي صلى الله عليه وآله ما كان غافلا، كان يعلم أنه سيقتل بسبب هذا الموقف، وقد قتل، دس له السم. ولكن أمر الله عز وجل يقتل فليقتل، الله عز وجل أمره، يا أيها الرسول بلغ، بلغ أمر، تبلغ أبلغ، خلاص. ما هي الآثار؟ أيا كانت، أقتل في هذا الطريق فليكن. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بأنه سينقلب أعداؤه على أهل بيته من بعده، يقتلونهم أي تقتيل،
في بداية نسله يقتل، القتل في بداية النسل إعدام للملايين بعد ألف سنة. قتل شخص واحد في بداية نسل يساوي قتل ملايين فيما بعد، بعد ألف سنة. النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بأن أبناءه يقتلون، أن ابنته تقتل بقضية عاشوراء، ومن قتل في يوم عاشوراء من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية النسل. ولم يكن ذلك مفروضا عليه، كان يتمكن أن يغير التقدير، ولكن أبى إلا أن يصبر على أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يكن هذا الأمر ملزما له يتمكن أن يغير قطعا ويقينا. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتمكن أن يغير، ما غير. إرادة الله سبحانه وتعالى خلاص. نفس المنطق لجده إبراهيم، ولكن في مجال أوسع بكثير. عندما كان نسل النبي صلى الله عليه وآله منحصرا في ثلاثة أولاد، قتلوا واحدا منهم منحصرا في الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام، قتلوا المحسن، يعني ثلث نسل رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوهم في تلك الحادثة. في يوم عاشوراء ماذا صنعوا؟ أصلا الهدف قبل عاشوراء، قبل يزيد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، كان المقرر نسف نسل النبي صلى الله عليه وآله، محو نسل النبي صلى الله عليه وآله من على وجه الأرض. وقد أصروا على ذلك وصرحوا بذلك، لا تبقوا لأهل هذا البيت نافخ نار ولا طالب ثار. نافخ نار يعني بنت، طالب ثار يعني ولد، يعني ذكر. المقرر أنه لا يبقى ولد يعني ذكر ولا بنت، لا ابن ولا بنت. في يوم عاشوراء بعد تصريح علني كان، كان المقرر نسف هذا النسل كليا. أطع الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا يجزيك الله سبحانه وتعالى، كيف يعوض الله سبحانه وتعالى. ناهيك عما يكون في القيامة، ناهيك عن الآثار الكبيرة في الدنيا، لا حتى في هذه الزاوية. أسألكم سؤالا، هل يوجد على وجه الأرض اليوم نسل بدايته قبل 1400 سنة له انتشار مثل انتشار نسل النبي صلى الله عليه وآله؟ أبدا. هناك إحصائيات، هذه الإحصائيات طبعا تعلمون هي إحصائيات تقديرية، ليست إحصائيات دقيقة، مع نسبة زيادة احتمال، مع نسبة نقصان احتمال. قبل أكثر من 70 سنة، لعله ما يقارب من 80 سنة، كانت هناك إحصائية لعدد نسل النبي صلى الله عليه وآله في الأرض. حسب هذه الإحصائية نسل النبي آنذاك كان ما يقارب، ما يزيد، ما يقارب من 50 مليون شخص. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسبة الزيادة، زيادة العدد بسبب التوالد في المسلمين بصورة عامة، في العرب من المسلمين بصورة خاصة، بين تقريبا على ما ببالي بين 1.5% إلى 3.5%. الحد الوسط لعله يكون 2.5% تقريبا. احسب مع هذه الزيادة، حسب هذه النسبة، نسبة 2.5%
زيادة في كل 28 سنة العدد يتضاعف، يعني إذا كانوا 10 يصبحون بعد 28 سنة 20، إذا كان العدد 100 يصبحون 200 بعد 28 سنة إن كان العدد في ذلك الوقت 50 مليونا، يعني بعد 28 سنة صار العدد 100 مليون. بعد 28 سنة أخرى المئة مليون تضاعف بمقدار الموجود يزيد، صار 200 مليون. بعد 14 عاما حتى يكتمل 70 سنة، هو الإحصائية أكثر من 70 سنة، يزداد نصف المئتين 200 مليون، يصبح اليوم تقديرا لعله ما يقارب من 300 مليون شخص من نسل النبي صلى الله عليه وآله. كم هذه الإحصائية دقيقة؟ العدد أكثر من هذا، أقل من هذا، أيا كان، أنا لا أصر على عدد 300 مليون شخص، لا أعلم. ولكن الشيء القطعي الواضح أنه لا يوجد اليوم نسل مر على بدايته 1400 سنة عدد هذا النسل أكثر من عدد نسل النبي صلى الله عليه وآله في الأرض اليوم، قطعا هذا شيء واضح أصلا. خذ إليك الناس الذين كانوا يعيشون في زمن النبي، مر على نسلهم 1400 سنة، أحد منهم عنده نسل لا أقول 300 مليون، 10 ملايين، يوجد هذا العدد لنسل شخص كان في زمن النبي، وبعضهم مشاهير كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كمثال. من الذين تعرفون من نسل فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، من الخيرين من أصحاب النبي؟ يوجد بالفعل، يوجد نسل لبعضهم بمئات الآلاف، لعله مليون مليونين، أمثال هذا العدد غير موجود أصلا. لا، اذهب أبعد من ذلك، خذ إليك من كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، بحسب الوضع الطبيعي نسلهم يكون أكثر من نسل النبي لأنه مر عليهم فترة أطول. خذ إليك من كان قبل 1000 سنة من النبي صلى الله عليه وآله، من المشاهير منهم، أي واحد منهم تعرفون له نسل مثل هذا النسل؟ خذ إليك أرسطو، خذ إليك المشاهير الذين كانوا في عصور سابقة قبل 1000 سنة، قبل 2000 عام من مولد النبي صلى الله عليه وآله، لا تجدون أصلا، عادة لا تجدون أصلا ذكرا لنسلهم أصلا. النسل حتى لو وجد لا تعرف من نسلهم شيئا أصلا. الملوك الكبار المشاهير الذين أسسوا إمبراطوريات في عصورهم قبل الإسلام، إسكندر المقدوني هذا الذي يعتبر من كبار مؤسسي الإمبراطوريات قبل الإسلام، كان يعيش لعله ما يقارب من 1000 عام، تلميذ أرسطو هو، لعله ما يقارب من 1000 عام قبل النبي صلى الله عليه وآله، قبل الميلاد ب600 سنة، أكثر 500 سنة كذا هو كان قبل ميلاد المسيح، يعني 1000 سنة قبل النبي صلى الله عليه وآله أو أكثر، أين نسله؟ كان حكيما حسب ما يقال عنه، وقائدا بل إمبراطورا، يعني جمع العلم والسلطة والقوة والفتوحات وغير ذلك، أين نسله؟ كوروش في بلاد فارس قبل تقريبا 1000 سنة من مولد النبي صلى الله عليه وآله كان، أين نسله؟ طبعا تعلمون يعتبر أكبر إمبراطور حكم بلاد فارس في تاريخ، في التاريخ قبل الإسلام طبعا، أين هو؟ أين نسله؟ وهناك محاولات حثيثة لإحياء ذكره من قبل البعض وللأسف،
أين نسمو؟ تعرفون ناس الكروش اليوم؟ نعم، يوجد نسل اليوم لشخص، الناس المعروف لشخص كان قبل النبي صلى الله عليه وآله. من هو؟ يعقوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. يعقوب نسله اليهود بنو إسرائيل. إسرائيل اسمه يعقوب، بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب. كم هو عددهم اليوم؟ طبعا كان قبل النبي صلى الله عليه وآله بأكثر من 1000 عام. المفروض نسله اليوم عشرات أضعاف، مئات أضعاف نسل النبي صلى الله عليه وآله. كم هو عددهم اليوم؟ معهد يهودي متخصص في الإحصائيات المرتبطة باليهود، معهد عموما إحصائياته معتمدة على الأقل من قبلهم. إحصائية هذا المعهد، قرأت هذه الإحصائية، والإحصائية هي صدرت سنة 2013، سنة 2013 يعني قبل 4 سنوات. إحصائيتهم لعدد نسل يعقوب لعدد اليهود ما يقارب من 14 مليون شخص، كل نسل يعقوب بعد مرور آلاف السنوات، ما يقارب من 14 مليون حسب الرقم الذي كان مكتوب، 13,900,000 تقريبا. هذا تعويض الله سبحانه وتعالى لتلك التضحية العظيمة التي ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه وبنسله، بدعوة واحدة كان يتمكن أن يبعد رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسله تلك المجازر. بدعوة واحدة كان يتمكن، ما صنع، صبر لله لا بأس، هكذا عوضه الله في نسله. هذا من جهة الكم والعدد، والأهم من الكم والعدد الكيف. الكيف في نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس المهم العدد، 300 مليون أكثر أقل ليس مهما بتلك الدرجة من الأهمية. الأهم الكيف، من كان في نسل النبي؟ كان في نسل النبي الحسن المجتبى، كان في نسل النبي سيد الشهداء الحسين بن علي. يكفي لو كان نسل النبي صلى الله عليه وآله ينحصر في الإمام الحسين كان كافيا. هذه الشخصية العملاقة العظيمة. في نسل النبي مهدي آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الشخصية التي تطهر الأرض لها هذا التأثير العظيم، تطهر الأرض من الظلم، هذا الذي ما تمكن أن يصنعه أحد من الأولين والآخرين. يطهر الأرض من الظلم، يطهر الأرض من المرض، يطهر الأرض من فقدان الأمن، يطهر الأرض من كل سوء، يطهر الأرض من الفقر. ألا يكفي ذلك؟ لو لم يكن في نسل النبي صلى الله عليه وآله إلا بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه كان كافية. هذه ليست بركة؟ تضحي في سبيل الله، لا تعرف في سبيل الله إلا إطاعة الله، الله عز وجل هكذا يعوضك. هذا الفرق بين البشر الجاهل من جهة، بل الجهول حسب تعبير القرآن، وبين البشر المؤمن. البشر الجهول ينظر لا، هذا يؤثر سلبا على أموالي، يؤثر سلبا على نسلي، يؤثر سلبا على وجاهتي، يؤثر سلبا على مكانتي السياسية. البشر الجهول هذا وضعه. البشر المؤمن لا يفكر هذا كذا تفكير. البشر المؤمن الله عز وجل أمر خلاص، يؤثر على مالي ليؤثر، تنتهي أموالي لتنتهي إذا أمر الله عز وجل أمر، نسلي ينقطع لينقطع، وجاهتي تذهب لتذهب، يتهموني بتهم لا بأس، هكذا يفكر ويسقط ينتهي
من البشر الجهول تعرفون له سمعة بعد 100 سنة 200 سنة سمعة حسنة خلاص انتهى، ناهيك عن الآخر الأهم. رسول الله صلى الله عليه وآله مثال نسله، مثال تضحيته بنسله، هذا مثال واحد من أمثلة تضحيات النبي صلى الله عليه وآله. رسول الله ضحى بأغلى وجاهة في العالم آنذاك، وجاهته كانت أغلى وجاهة في العالم، ما كان له نظير في العالم كشخصية مرموقة عند الناس قبل الإسلام. ضحى بهذه الوجاهة، هذه الشخصية المرموقة سموها وصفوها بالجنون والعياذ بالله تعالى، استغفر الله واتوب إليه. كم مرة قالوا عنه أنه مجنون؟ نحن نتصور أنه قالوا كلمة وانتهت، لا، كثير من الناس، لعلي أقول أكثر الناس صدقوا هذا الشيء. عندما تكرر شيئا شيئا فشيئا الناس يصدقون، صدقوا أنه والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام أنه مجنون. لماذا اتهم النبي صلى الله عليه وآله؟ لأنه وقف لدين الله. الله عز وجل في هذا الجانب عوضه في الدنيا أم لا؟ اليوم تعرفون شخصية مشهورة بعقلها، مشهورة بحكمتها مثل النبي؟ حتى أعداء رسول الله الذين كتبوا ضد النبي في كتبهم ضد رسول الله أقروا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل عقلا خارقا لا نظير له في التاريخ، وحكمة خارقا لا نظير لها في التاريخ. ذاك الذي ضحى بوجاهته لله في سبيل إطاعة أمر الله صنع، يقولون عنه مجنون، لا يقولوا، الله عوضه في هذا الجانب. أعداؤه يقرون بعقله. اقرأوا الكتب التي الآن تكتب ضد النبي صلى الله عليه وآله، تقريبا كلهم يقرون بأن النبي صلى الله عليه وآله لا نظير له في عقله، في وسعة عقله. لاحظ التعويض، هذا الذي اتهم بالجنون هكذا يعوضه الله. وخذ إليك الجوانب الأخرى، هناك حديث جدا جدا لطيف، وكل كلامهم لطيف ورائع. شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله، الحديث مذكور في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول مضمون كلامه أنه ماذا أفعل حتى الله عز وجل يحبني والناس يحبوني. النبي صلى الله عليه وآله قال له جملتين عبارتين، قال له تعلمون الزهد في الشيء والرغبة في الشيء هذان متضادان. الإنسان يزهد في شيء، لا يعني يتزهد يظهر الزهد، لا، يزهد حقا زاهد، نحن نزهد في التراب الموجود على الأرض ليس مهما عندنا، في أوراق الشجر المتطايرة على الأرض نزهد فيها، أمور نزهد فيها لا نعير لها اهتماما، هذا يسمى زهدا. ونرغب في أمور، نرغب في أشياء، البشر العادي يرغب في أشياء لها قيمة مادية مثلا. النبي صلى الله عليه وآله قال له جملتين، تريد أن يحبك الله عز وجل ويحبك الناس؟ قال له صلى الله عليه وآله، قال له في مقابل الزهد ما هو؟ الرغبة في الشيء. قال النبي صلى الله عليه وآله ارغب فيما عند الله عز وجل يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. تريد أن يحبك الله؟ ارغب فيما عند الله. سبحان الله، المعادلة عجيبة بين الله وبين الناس. الناس يحبون من يزهد فيما عندهم، لا يعير اهتماما لما عندهم يحبونه. الله بالعكس، الله يحب من يرغب فيما عنده. عينك على فضل الله عز وجل، ليس مهما الناس أصلا. هذه الأيام أيام مباركة، لازلنا في أيام مباركة مرتبطة بأسبوع البراءة والذكريات الجميلة المباركة في هذا الأسبوع. بعد انتهى هذا الأسبوع، في الأسبوع القادم يأتي يوم جدا عظيم، يوم حدث فيه ما لم يحدث في أي يوم آخر، اثنان من خيرة خلق الله، من سادة خلق الله ولدا في هذا اليوم،
في اليوم السابع عشر من شهر ربيع المولد، ربيع الأول، لعله يصادف يوم الأربعاء القادم. هذا ما لم يحدث في أي يوم آخر. ذكرى ميلاد سيد الأولين والآخرين، أشرف خلق الله أجمعين، رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وذكرى ميلاد حفيده وهو أحد خيرة خلق الله، أحد سادة خلق الله سبحانه وتعالى، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شخص أبو إسحاق العريضي من أبناء عمومة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، خطر في باله أنه ما هي الأيام المميزة في ثواب الصوم؟ كل أيام السنة مستحب الصيام فيها إلا أيام قلائل، ولكن ما هي الأيام المميزة؟ يقول هذا الشيء خطر في بالي، ولم أذكر ذلك لأحد من خلق الله. ذهبت إلى الإمام، كان يعيش في زمن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، ذهبت إلى الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليهم. فعندما دخلت عليه الإمام ابتدأني، قال جئت لتسأل، مضمون كلام الإمام، عن الأيام المميزة مثلا في الصيام. الإمام أخبر بما في قلبه، قال بلى. الإمام بين له أن الأيام المميزة للصيام هي أربعة أيام: يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله في 27 من شهر رجب، يوم دحو الأرض في 25 من شهر ذي القعدة، وأفضلها يوم الغدير 18 من شهر ذي الحجة. هذا مشهور طبعا، القضية مشهورة أن هذه الأيام الأربعة أيام مميزة للصيام. ما هو الارتباط بين هذه الأيام الأربعة؟ يعني ما الذي حدث؟ لماذا الصيام في هذه الأيام صيام مميز يعتبر؟ لعله أقول، هذا الشيء ما ذكر في الرواية الشريفة، لعله أقول هذه الأيام الأربعة أيام فواصل بين شيء عادي صغير وشيء كبير جدا. الحد الفاصل كان دحو الأرض، كان هو اليوم الفاصل بين أرض صغيرة لا يمكن أن يعيش عليها البشر، هي الأرض التي كانت تحت الكعبة المشرفة، هذه الأرض لا يمكن أن يعيش البشر عليها، أرض بهذه الوسعة. الله عز وجل بسط الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، دحو الأرض، بسط الأرض، جعل الأرض أرض كبيرة جدا، من الممكن أن يعيش البشر على هذه الأرض. هذا يوم دحو الأرض. لاحظوا الحد الفاصل بين شيء لا يمكن أن يعاش عليه وبين شيء كبير، هذا الحد الفاصل الذي سمح المجال لحياة البشر على هذا المخلوق، على هذه الأرض. يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله كان هو الحد الفاصل بين أرض خالية، لا شبه خالية من البركات. بدون وجود النبي هذه الأرض كانت شبه خالية من وجود البركات، بركات ضعيفة جدا مهما كانت. الحد الفاصل بين هكذا أرض وبين أرض مليئة بالنور بمولد النبي صلى الله عليه وآله. وجود النبي في الأرض نور، وجوده. يوم المبعث النبوي الشريف واضح، بين أرض، بين بشرية غارقة في ظلمات الجهل والجاهلية، ظلمات الكفر والشرك، هذا الحد الفاصل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وبين بشرية متنعمة بنور الإسلام. يوم الغدير أيضا هكذا هو الحد الفاصل بين شيء ضعيف، دين غير مرضي لله، ورضيت لكم الإسلام دينا. في يوم الغدير الله عز وجل رضي بالإسلام دينا، يعني قبل الغدير هذا الدين غير مرضي لله، بين دين ناقص، اليوم أكملت لكم دينكم، كان ناقصا،
بين نعمة غير تامة، نعمة ضعيفة. الحد الفاصل بين هكذا أشياء وبين دين كامل وبين نعمة تامة وبين دين مرضي لله سبحانه وتعالى. لعله هذا هو الوجه الجامع، لعله أو من أوجه الجمع بين هذه الأيام المختلفة، ولعله حسب ذلك يوم ظهور الإمام أرواح العالمين له الفداء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن كان الصيام المستحب هذه الدرجة العالية لأجل هذا الشيء، يضاف إلى ذلك بعد ذلك يوم ظهور الإمام، لأنه الحد الفاصل أيضا بين شيء ضعيف جدا وبين شيء أشبه ما يكون بالجنة. نأمل أن يكون ذلك اليوم قريبا، نأمل أن نكون من المؤمنين الذين يدركون ذلك اليوم. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة العظيمة لميلاد سيدنا وسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله، وميلاد حفيده الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وعليهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة النبي، ببركات رسول الله، ببركات أهل بيته الطاهرين، أن يعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.